مرحب بيك طبعا في البدايه زميلي احمد، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. التحدي مستمر والضغط الكبير موجود، وحاجه يمكن صعبه جدا خلال المرحله الماضيه والمرحله القادمه على فريق النادي الاهلي والجهاز الفني في تلاحم كبير جدا للمباريات. جدول دوري العام هذا الموسم غير مسبوق في التحدي الكبير والضغط اللي بيشهده النادي الاهلي، وليه تاثير واضح من غياب لاعبين من عدد كبير طبعا من المباريات بنفقد فيها عدد من النقاط، لكن ده اكيد نقاط عديده الفتره القادمه ان شاء الله باذن الله. بنتمنى ان لعيبتنا تعود من جديد، كل اللعيبه المصابه تعود من جديد. نتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه يكون فيها تركيز اكبر، لان خلاص بامر واقع المرحله اللي فيها والتحدي الكبير اللي النادي الاهلي فيه والضغط الرهيب اللي بيقوم بالنادي الاهلي وبيحاول ان هو يتلاشى هذا الضغط للاستمرار في البطوله الافريقيه ومن قبلها بطوله الدوري العام. احنا طبعا زميلي احمد متواجدين هنا في الاسكندريه حيث استعداد طبعا النادي الاهلي لمباراه الغد، الاتحاد السكندري والنادي الاهلي على استاد الاسكندريه في الجوله 20 في 9:30 ان شاء الله باذن الله. بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه ان شاء الله بالاصرار والجديه والعزيمه اللي ما شفناهاش الحقيقه الفتره اللي فاتت. كنا بنتمنى الاصرار ده يكون موجود وجديه النادي الاهلي وشخصيه وروح الفانيله الحمراء، كل العوامل الكبيره والدوافع اللي بناكد عليها دي. بنتمنى مباراه الغد تكون موجوده بكل قوه، لان بروفه مهمه جدا من بعدها مباراه الزمالك، لكن اللي الواحد بيتمناه وبيأمل ان شاء الله باذن الله ان لعيبتنا والجهاز الفني لعيبتنا كمان بالتحديد مباراه الزمالك ما تاخدش اي حيز من التفكير. تفكيرنا الوحيد في مباراه الاتحاد السكندري مباراه الغد لقوه الاتحاد ايضا وكمان والحاله الاجهاد اللي فيها لعيبه النادي الاهلي مهما كانت الظروف ومهما كان الريكفري اللي بيتعمل 24 ساعه.